صمويل الثاني 19. فبلغ يؤاب اهو الملك بيعيط وبينوح على ابشالوم. فبقى الانتصار في اليوم ده مناحة عند كل الشعب، لان الشعب سمعوا في اليوم ده اللي بيقول ان الملك اتأسف على ابنه، وتسحب الشعب في اليوم ده عشان يدخل للمدينة زي ما بيتسحب الناس المكسوفين لما بيهربوا في الحرب. وسطر الملك وشه وصرخ بصوت عظيم: يا ابني ابشالوم، يا ابشالوم ابني، يا ابني. فدخل يؤاب للملك للبيت وقال: كسفت النهاردة وشوش كل العبيد بتوعك اللي انقذوا نفسك النهاردة، ونفس ولادك وبناتك ونفس مراتاتك ونفس مراتاتك السنويات، بحبك للي بيكرهوك وكرهك للي بيحبوك، لانك بينت النهاردة ان ما عندكش رؤسة ولا عبيد. لاني عرفت النهاردة انه لو كان ابشالوم عايش وكلنا النهاردة ميتين، لكن الامر ده كويس في عينيك. فدلوقتي قوم واخرج وطيب قلوب عبيدك، لاني حلفت بالرب انه لو ما خرجتش ما يباتش حد معاك الليله دي، ويبقى ده اشر عليك من كل شر صابك من وقت ما كنت صبي لحد دلوقتي. فقام الملك وقعد في الباب، فبلغوا كل الشعب اهو الملك قاعد في الباب. فجي كل الشعب قدام الملك، واما اسرائيل فهربوا كل واحد للخيمة بتاعته. وكان كل الشعب في خصام في كل عشائر اسرائيل، وقالوا: الملك انقذنا من ايد اعدائنا، وهو نجانا من ايد الفلسطينيين، ودلوقتي هو هرب من الارض عشان خاطر ابشالوم، وابشالوم اللي مسحناه علينا مات في الحرب. فدلوقتي ليه انتوا ساكتين عن انكم ترجعوا الملك؟ وبعت الملك داود لصدوق وابيسار الكهنة وقال لهم: قولوا لشيوخ يهوذا، ليه تبقوا اخر ناس يرجعوا الملك لبيته؟ وكلام كل اسرائيل وصل للملك في بيته: انتوا اخواتي، انتوا عظمي ولحمي، فليه تبقوا اخر ناس يرجعوا الملك؟ وقولوا لعماسة: مش انت عظمي ولحمي؟ كده يعمل بي الله وكده يزود، لو كنت ما تبقاش رئيس جيش عندي كل الايام بدل يؤاب. فميل قلوب كل رجالة يهوذا زي راجل واحد، فبعتوا للملك وقالوا: ارجع انت وكل العبيد بتوعك. فرجع الملك وجه للاردن، وجه يهوذا للجلجال ماشي عشان يقابل الملك، عشان يعدي الملك للأردن. فجي الأول شمعي ابن جيرة اللي من بنيامين اللي من بحوريم، ونزل مع رجالة يهوذا عشان يقابل الملك داود، ومعاه 1000 راجل من بنيامين، وصيبة صبي بيت شاول وولاده 15 وعبيده 20 معاه. فعدوا من الحتة اللي بيتعدى منها الأردن قدام الملك، وعدى المركب عشان يعدي قدام بيت الملك، وعشان يتعمل كل اللي يبقى كويس فعنيه. وقع شمعي ابن جيرة قدام الملك لما عدى الأردن، وقال للملك: ما يحسب ليه سيدي خطية، وما تفتكرش اللي افترى بيه عبدك يوم ما خرج سيدي الملك من أورشليم لجل ما يحط الملك ده في قلبه، لأن عبدك عارف إني غلطت. وديني جيت النهاردة أول كل بيت يوسف، ونزلت عشان أقابل سيدي الملك. فقال أبي شاي ابن سروية: ما يتقتلش شمعي لأنه شتم مسيح الرب؟ فقال داود: مالي ومالكو يا ولاد سروية عشان تقوموني النهاردة؟ بقى النهاردة يتقتل حد في إسرائيل؟ ما عرفتش إني النهاردة ملك على إسرائيل؟ بعدين قال الملك لشمعي: ما تموتش، وحلف له الملك. ونزل مفيبوشس ابن شاول عشان يقابل الملك، وما اهتمش برجليه ولا اهتم بدقنه ولا غسل هدومه من اليوم اللي راح فيه الملك لحد اليوم اللي جه فيه بسلام. فلما جه لأورشليم عشان يقابل الملك، قال له الملك: ليه ما روحتش معايا مفيبوشس؟ فقال: يا سيدي الملك، عبدي خدعني، لأن عبدك قال أشد لنفسي الحمار فأركب عليه وأروح مع الملك، لأن عبدك أعرج وافترى على عبدك عند سيدي الملك، وسيدي الملك زي ملاك الله، فاعمل اللي تشوفه كويس في عينيك، لأن كل بيت أبويا ما كانوش غير ناس يستاهلوا الموت عند سيدي الملك، وانت خليت عبدك بين اللي بياكلوا على ترابيزتك، فاني حق ليا بعد كده عشان اصرخ كمان للملك؟ فقال له الملك: ليه تتكلم لسه في المواضيع بتاعتك؟ انا قلت ان انت وصيبة تقسموا الغيط. فقال مفيبوشس للملك: ياخد الكل كمان، بعد ما جه سيدي الملك بسلام لبيته. ونزل برزلاي الجلعادي من رجليم وعدى الاردن مع الملك عشان يودعه عند الاردن. وكان برزلاي عجز جدا، كان ابن 80 سنة،
وهو عال الملك لما كان قاعد في محنايم لأنه كان راجل عظيم جدا. فقال الملك لبرزلاي: عدي أنت معايا وأنا أقولك معايا في أورشليم. فقال برزلاي للملك: كم أيام سنين حياتي عشان أطلع مع الملك لأورشليم؟ أنا النهاردة ابن 80 سنة، يا ترى أميز بين الكويس والوحش؟ ويا ترى عبدك بيستطعم باللي بياكله واللي يشربه؟ ويا ترى بسمع كمان صوت المغنيين والمغنيات؟ فليه يبقى عبدك كمان تقل على سيدي الملك؟ يعدي عبدك شوية الأردن مع الملك، وليه كافئني الملك بالمكافأة دي؟ سيب عبدك يرجع فأموت في مدينتي عند قبر أبويا وأمي، وهو عبدك كم هام هو يعدي مع سيدي الملك، فعمله اللي تشوفه كويس في عينيك. فجاوب الملك: كم هام يعدي معايا، فاعمل له اللي تشوفه كويس في عينيك، وكل اللي تتمناه مني اعمله لك. فعدى كل الشعب الاردن، والملك عدى وباس الملك برزلاي وباركه، فرجع لمكانه. وعدى الملك للجلجل، وعدى كم هام معاه، وكل شعب يهوذا عدوا الملك، وكمان نص شعب اسرائيل. وفين كل رجالة اسرائيل جمل الملك، وقالوا للملك: ليه سرقك اخواتنا رجالة يهوذا وعدوا الاردن بالملك وبيته وكل رجالة داوود معاه؟ فجاوب كل رجالة يهوذا رجالة اسرائيل: لان الملك قريب ليا، وليه تتغاظ من الموضوع ده؟ اكلنا حاجة من الملك او ادانا هدية؟ فجاوب رجالة اسرائيل رجالة يهوذا: لي 10 اسهم في الملك، وانا احق منك بداوود، فليه احتقرتني؟ ومش كان كلامي انا الاول اني ارجع الملك؟ وكان كلام رجالة يهوذا أقسى من كلام رجالة إسرائيل.